اعتقد بدايه كده ان في كتير جدا 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 من الاهالي اولياء الامور اللي عندهم اطفال شايفين هم ده وجهه نظر الاهالي ان الولاد دول قاعدين منكبين طول وقتهم على الالعاب الالكترونيه حتى على حساب المذاكره او ممارسه الرياضه بشكل يعني منظم. تمام. فمبدئيا هايل ان بقى في اتحاد معني بهذا الامر، اعتقد ان احنا ممكن من خلال الاتحاد ده ونشاطاته والفعاليات اللي هو بيقوم عليها ممكن نهذب السلوك ده انجاز التعبير عند الاطفال ونحوله لشيء مثمر وبناء، مش كده برضه؟ بالظبط. هو الحقيقه ان الالعاب الالكترونيه تحولت من ان هي مجرد حاجه للترفيه اللي بقت رياضه، بقينا نقول عليها رياضه الكترونيه وتنافسيه كمان وتنافسيه بشكل كبير، هو ما عدا الجزء البدني اللي هو فيه المجهود البدني اللي الرياضه عامه بتديه، فهي بتدي حاجات تانية خاصه بالتخطيط، القدر، الذكاء، القدرات الذهنيه، الاداره، العمل الجماعي، ده في الالعاب العاديه. تمام. في الالعاب الالكترونيه احنا بس بنشيل الجزء الفيزيكال او الجزء البدني، بس جميع فوائد الالعاب الالكترونيه الخاصه بالتانيه بتنميه موهبه الفرد نفسه وقدراته، وقدراته على التواصل، وقدراته على العمل الجماعي موجوده في الالعاب الالكترونيه. فهو احنا بنفكر في الالعاب الالكترونيه بمنظور استراتيجي كاتحاد، احنا بنبص على الجانب اللعبه وان احنا نزود طبعا يعني في اطار التنظيمي للالعاب الالكترونيه نزود النشاطات بشكل كبير، وده طبعا من خلال جهود وزاره الشباب والرياضه مع الاتحاد في توسيع النشاطات، وعندنا بطوله دوليه ممكن بنتكلم عليها. الحاجه الثانيه كمان نتكلم على الصناعه نفسها، لان زي ما حضرتك بتقول احنا يعني شبابنا منكب على الالعاب الالكترونيه بشكل كبير، فاحنا محتاجين نعلمه قيم مرتبطه بينا، وعلشان نقدر ندخل في الموضوع ده من الزاويه دي لازم نرعى صناعه الالعاب الالكترونيه، ولذلك الاتحاد